السابعة ونصف مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير في عناوين النشرة. فلسطين نبلغ أنه هو مبتيع للاضطرابات العقلية السابقة. عدنان موسى المحمد الانتحاري الثاني المحتمل في تفجير السفارة الإيرانية، وفحوصات الدي ان اي تؤكد هوية معين أبو ظهر الانتحاري الأول. قمة سعودية قطرية كويتية في الرياض تناقش القضايا الإقليمية والدولية. تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا. مصر وتركيا تتبادلان سحب السفراء، وأردوغان يقول إنه لن يحترم مسؤولين مصريين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب. أهلا بكم. بعد أربعة أيام على محاولة تفجير السفارة الإيرانية في بيروت، تبين أن أحد المفجرين هو معين عدنان أبو ظهر، وهو ما أكدته قيادة الجيش والقضاء العسكري بعد صدور نتائج الحمض النووي. أما المفجر الثاني وفقا للمعلومات الأولية فهو الفلسطيني عدنان موسى المحمد، الذي غادر منزل عائلته منذ أكثر من 6 أشهر، وقد استمع الجيش إلى والده وعمه بانتظار نتائج الحمض النووي. ما بين الاثنين برزت حملة تشهير بحق مدينة صيدا وأهلها، تولتها وسائل إعلام حزب الله، تدعو لمحاسبة ومعاقبة المدينة وأهلها على عمل قام به فرد يتحمل وحده مسؤوليته. لكن السؤال الكبير، من يحاسب حزب الله الذي استدعى الإرهاب بكل أشكاله إلى البلد بعدما ورط لبنان في دماء الشعب السوري بقرار من إيران؟ أوساط صيدوية قالت إن ما قام به معين أبو ظهر عملية مستنكرة من الجميع، ولا يقبلها عقل ولا شرع ولا إنسانية، وأنه لا يعبر عن صيدا مدينة الاعتدال والعيش الواحد ضمن التنوع والسلم الأهلي. لكنها شددت في الوقت نفسه أنه لا يمكن ومن غير المقبول محاسبة ومعاقبة مدينة بأكملها، ولا حتى عائلة بعينها، ولا حتى بالأعلام، على عمل قام به فرد. وجدد التأكيد أن المدينة متمسكة بالدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية وحدها مرجعا تلجأ إليه في أي ظلم يقع عليها، وفي حماية مواطنيها وتأمين حقوقهم. إذن هنادي، فإن الانتحاري الثاني المحتمل في استهداف السفارة الإيرانية في بيروت هو عدنان موسى المحمد، وهو يحمل الجنسية الفلسطينية ويقيم مع عائلته في بلدة البيسرية في قضاء الزهراني. إنها صورة الفلسطيني عدنان موسى المحمد البالغ من العمر 21 عاما، والذي تبين أنه الانتحاري الثاني أمام السفارة الإيرانية في بئر حسن هنا في منطقة البيسارية في الجنوب، حيث تقطن عائلة المحمد. أجواء من الذهول ارتسمت على وجوه العائلة والجيران. فلسطيني مبلغ أنه هو مبتيع عنده اضطرابات عقلية السابقة، وهلا عرفنا الموضوع من شي ساعة. هو بينتمي لأي جماعة؟ لا 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 لا، الصبي ما كان فيه بيشتغل ميكانيكي وعادي بيروح على صيدا بيجي من شغله على البيت. ما شارك مع الاسير؟ لا لا لا، هو مفقود من قبل. من قبل احنا بنبغيه انه قبل معارك الاسير عمل اجرام، احنا ما بنقبله ولا حدا بيقبله، طول عمرنا قاعدين بشغلنا. والد وشقيق لمحمد استدعيا الى مديريه المخابرات في الجيش اللبناني للادلاء بما لديهما من معلومات عنه. وبحسب المعطيات المتوافرة أن عدنان غادر منزله قبل حوالي 6 أشهر، أي في شهر أيار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ لم تعرف عنه عائلته شيئا، ما دفع بوالده لتقديم بلاغ باختفائه حينها لدى مخفر عدلون. أما بشأن الانتحاري الأول، فقد أكد الجيش اللبناني أن فحوصات الحمض النووي الدي أن إيه بيّنت أنها تعود للمدعو معين أبو ظهر من منطقة البستان الكبير في صيدا. صورة جديدة تم التداول بها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه معين أبو ظهر خلال تشييع لبنان العزي مرافق الشيخ أحمد الأسير في مسجد الشهداء في صيدا في تشرين الثاني من العام الماضي. في المقابل لا يزال خبر الكشف عن هوية أبو ظهر يتفاعل في مدينته صيدا، فمنزله تحول إلى مكان يقصده فضوليون وسط تأكيدات من أهالي عاصمة الجنوب على أن صيدا لطالما كانت رمزا للتعايش. بطبيعة الحال ما بمثل الرأي العام الصيداوي، لأن الرأي العام الصيداوي هو رأي مسالم مع محيطه،
ولكن معادي لأعداء البلد ولأعداء الوطن. خي الواحد أصابيعه مش كلهم مثل بعضهم، هو واحد ما بيحكي عن مجموعة كلها أو عن مدينة بشكل كل. مدينة صيدا كل عمرها مدينة التعايش المشترك، وفيها كل الأطراف وكل الفئات، وكل واحد بيعبر عن رأيه. من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقيا مسلمين بسيفيهما فكلاهما في النار. بلدية صيدا من جهتها لم تكن مواقفها بعيدة عن ذلك. يعني صيدا وكل من يسكن في مدينة صيدا بيشجبوا العمل، والبلدية بلدية صيدا نحن شجبنا العمل من أول ساعة. هلا طلع شخص من صيدا، يعني ممكن يكون من صيدا، ممكن يكون من الشمال، ممكن يكون من الجنوب، هذه ما معناتها إنه صيدا هي هذا هو موقفها. مجلس الأمن الفرعي في الجنوب كان عقد اجتماعا طارئا في سراي صيدا الحكومي، شدد خلاله على أن مدينة صيدا تمثل قيم التسامح والاعتدال والانفتاح والابتعاد عن أشكال التطرف كافة، وقرر المجتمعون إلى التدابير الأمنية الوقائية العناية الشديدة لا سيما في هذه المرحلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل إجرامي يهدد الاستقرار والسلم الأهلي وصيغة العيش المشترك في المدينة. في أي حال، للمزيد من التفاصيل عن الأجواء التي تعيشها منطقتا صيدا والزهراني ينضم إلينا من هناك مراسلنا رأفت نعيم. رأفت، مساء الخير. يعني كيف يمكن وصف الأجواء في المنطقتين بعدما ظهرت هوية الانتحاريين؟ منير، نستطيع القول أنه بعد 24 ساعة على الكشف عن هوية منفذ التفجير الأول معين أبو ظهر، فإن صيدا لا تزال تعيش على وقع تداعيات هذه أو هذا الأمر. كما ترى هناك حركة خفيفة نسبيا في شوارع المدينة مقارنة مع الحركة في نهاية الأسبوع ليلة السبت الأحد من كل أسبوع عادة. وفي الوقت نفسه المدينة لا تزال تتابع التطورات المتصلة بهذه القضية، ونستطيع القول أنه لم تسجل وحتى الآن أي إشكالات أو تفاعلات سلبية لا سمح الله متصلة بهذه القضية، علما أن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وحتى شرطة البلدية تسير دوريات لها في شوارع المدينة، وهناك حضور أمني بشكل دائم في محيط منزل معين أبو ظهر تحسبا لأي طارئ قد ينجم عن هذا الأمر. بالمقابل في منطقة الزهراني نستطيع القول أن الأجواء أيضا هادئة، لم تسجل أي تطورات أو تفاعلات لإعلان عن هوية منفذ التفجير الثاني المحتمل عدنان المحمد، علما أن الجيش اللبناني ينفذ كما في صيدا إجراءات أمنية مشددة ويقوم بتسيير دوريات له على طول الطرقات الرئيسية سواء في الزهراني أو في مدينة صيدا. يبقى منير أن نشير إلى أن مدينة صيدا كانت عبرت عبر شارعها عبر لسان حالها الصيدوي عن رفضها لما قام به معين أبو ظهر، لكنها بالمقابل عبرت أيضا عن رفضها لاستغلال هذا الأمر للتصويب على المدينة ولمعاقبة المدينة المتمسكة بالاعتدال والتسامح وبالعيش المشترك وبالدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. منير، شكرا. رأفت نعيم. إذن بعد أن أظهرت التحقيقات هوية منفذي الهجوم الانتحاري المزدوج على السفارة الإيرانية في بيروت قبل 4 أيام، أصبح بالإمكان رسم السيناريو النهائي لكيفية تنفيذ العملية. محمد بركات والتفاصيل. باتت الصورة واضحة، هذا ما جرى صباح تفجير السفارة الإيرانية في بيروت الثلاثاء الفائت. تقدم الشاب معين أبو ظهر راجلا واقترب من مدخل السفارة الإيرانية وفجر نفسه محاولا فتح ثغرة في جدار سور السفارة ونجح جزئيا. بعد دقائق وصل زميله عدنان موسى المحمد في سيارة الإنفوي، وكان هدفه الدخول من الفتحة إلى حرم السفارة لتفجيرها بالكامل، لكن الشرطي هيثم أيوب تنبه لحركته غير العادية واقترب من السيارة الرباعية الدفع وتلاسن مع السائق طالبا منه النزول من السيارة. حينها تنبه أيضا حراس السفارة الذين كانوا استنفروا بعد التفجير الأول وأطلقوا النار على السائق، فما كان منه إلا أن فجر نفسه على بعد أكثر من 20 مترا من الثغرة التي فجرها زميله أبو ظهر، فاستشهد الشرطي على الفور وقتل من قتل.
دعا تيار المستقبل والجماعة الإسلامية في صيدا إلى ضرورة العمل لتأمين شبكة أمان في المدينة. في إطار جولة على فعاليات مدينة صيدا، زار وفد من تيار المستقبل برئاسة منسق عام التيار في الجنوب الدكتور ناصر حمود مقر الجماعة الإسلامية، وطغت تداعيات تفجيري السفارة الإيرانية على البحث. اتفقنا كمان أنه ما فعله معين أبو ظاهر يمثل يعني شخصه، وهي حالة ما بتعبر عن مزاج المدينة ولا بتعبر عن مزاج عائلته ولا عن مزاج صيدا اللي هي طول عمرها معتدلة ومحافظة. نحن لحدنا على تواصل مع الإخوة بالجماعة الإسلامية، ونتمنى أنه هالحادثة هذه ما تنتقل لصيدا، أو الأحرى هالحادثة هذه ما تأثر على تشديد الأمن في صيدا وأخذها إلى حجة لاعتقالات. من الملاحظ أنه من الأربع خمسة أيام ما عادش نحكى بما جرى في طرابلس ولا المسببين بانفجاري التقوى والسلام في طرابلس، وما يعني كان لازم يلحقوا من توقيفات من اعترافات عند المخابرات. فبنتمنى انه هذا الموضوع يكفي والمذنب يتوقف. في مرحلة شديدة الخطورة، وهذه المرحلة تتطلب من الجميع مراجعات دقيقة لكل الحسابات وتغليب المصلحة العامة ومصلحة لبنان على كل الحسابات الحزبية والسياسية وحتى الإقليمية، ولا يظنن أحد أنه غير معني بما آلت إليه الأمور. المجتمعون شددوا على ضرورة البحث عن الأسباب التي أدت إلى أن يفجر شخص نفسه، داعين حزب الله إلى الانسحاب من سوريا. ومن صيدا ومنطقتها إلى عكار، حيث صدمت عائلة صبحة في الدبي بالخبر الذي لفقته بعض الوسائل الإعلامية التابعة لقوى الثامن من أذار عن أن الانتحاري الثاني أمام السفارة الإيرانية يدعى عمر صبحة. عمر صبحة انتحاري فقط في مخيلة الوسائل الإعلامية التابعة لقوى الثامن من أذار. خبر كاذب آخر كهذا شوش على حياة ثلاثة شبان من قرية الدبيبي العكارية، يحملون الاسم المدسوس ويعملون ليل نهار لإعالة عائلاتهم الفقيرة. هذا واحد منهم زارته كاميرا المستقبل واطمأنت إليه بعد أيام على انتحاره. كنت نايم وجاء الزلمة تحرك الحمد لله. وطيب أنا طيب. أنا بتمنى من الـ OTV أو مجرد وسيلة، أي وسيلة إعلام تتأكد مظبوط، ما تأخذ كل شيء وتضيع ودغري على السريع، يعني نحن ما يحل دمنا يعني بطريقة أو بأخرى. وهذا عمر آخر انتحرته بعض الأبواق من دون علمه، أمر أدخل الألم إلى قلب أمه التي باتت خائفة على ابنها. كنت بشغله، نعم قاعد عم نشتغل، ما شفت الا صب صاحبي اللي هدي الحاج بده يحكي معك ابن عمي. حكيت معه بيقول لي دق له لبيك ضروري، ما ادري شو صاير بالضيعه. دقيت لبي بحكيني بيقول لي انه هيك صاير، انه عمر، انه انا مذكور اسمي بالانفجار اللي صار. مين بتتهم بهذه القصه؟ انه رجعت لو OTV بيحمل اي مسؤوليه؟ ايه اكيد، واذا بدنا نقدم عليهم شكوى. يحطوا حالهم محله محل مثلا الحجه ومحل ام علي وشوفوا عادي شو شعورهم. أنا امبارح ابني خيو الصغير محمد لولا بعد المرتين كان بدي أخذه على المستشفى قد ما صار معه انهيار عصبي، فزع خيو. وهنا منزل عمر ثالث من آل صبحة، وهو عنصر في الجيش اللبناني. الله قصص هدول الكذابين، هدول الجماعة هني بدي يخربوا البلاد، هني يخربوا الدنيا. ابني بريء البريء، ابني عسكري بتدخل الأول. وأنا عم يخدم برمل البيضة هونيك خدمة كان ماشيين للقتل أول. هيدي إذاعة OTV اللي طلعت هيدا الخبر على آل صبحة، هني أشرف منهم، أشرف من هيدا ميشيل عنيا اللي عم يحكوا عم بخرب البلد، هو أساس خراب البلد وهلا هو أساس خراب البلد. بالصبحة بيحط إيده على راسه ميشيل عن اللي مسمينه جنرال، بيحط إيده على راسه بيجيب سيرة صبحة قبل. وعلى خلفية هذه الافتراءات عقد آل صبحة مؤتمرا صحفيا استغربوا فيه زج اسم عائلتهم وبلدتهم بالتفجيرين. إن آل صبحة من بلدة الدبيبية عكار يعلنون رفضهم وشجبهم واستنكارهم لكافة أنواع الإرهاب، خصوصا أنهم كانوا من ضحاياه في
في تفجيرات طرابلس. تحتفظ العائلة بحقها إقامة دعوى قضائية بحق كافة الوسائل الإعلامية التي روجت وبثت الخبر الكاذب دون التأكد من صحته. العائلة أكدت تمسكها بأمن الوطن وبالعيش المشترك. في الذكرى 70 للاستقلال احتفال لحزب الوطنيين الأحرار للمناسبة تكريما لرجالات الاستقلال. تميز احتفال حزب الوطنيين الأحرار في فندق المرو بحضور حاشد لشخصيات سياسية وإعلامية واجتماعية أكدت على متابعة مسيرة ثورة الأرز والحفاظ على إنجازات الاستقلالين الأول والثاني. النائب بهية الحريري أكدت أن اللبنانيين قلقون على وطنهم ويسألون أين نذهب إذا ذهب لبنان مرة أخرى. ورغم ما حملت الأيام الماضية من العام 70 للاستقلال من آلام وأحزان وجرائم نكراء ذهب ضحيتها الأبرياء وحاصر استقلالنا الخطر والإرهاب والتهديد بضياع وجودنا ودولتنا وإنجازاتنا مرة أخرى، إلا أنني أجدد ثقتي بشابات وشباب لبنان بأنهم سيحفظون وطنهم واستقلالهم. من جهته رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون دعا إلى الحفاظ على إنجازات رجالات الاستقلال من خلال النأي بلبنان عن المخاطر التي تهدد أمنه واستقراره. كفى إظهارنا كالزوج المخدوع ونتصرف إلى تدعيم مستقبلنا ومستقبل أولادنا وللتفرغ إلى تدبير شؤوننا الداخلية وترتيب بيتنا الصغير العظيم ولنسعى إلى تحييده إيجابيا عن كل المآسي والويلات وبخاصة في هذه المرحلة الضبابية الهوجاء التي تجتاح العالم العربي بأسره. كما كانت كلمة لنجل الرئيس بشار الخوري أحد رجالات الاستقلال الشيخ ميشيل الخوري أشاد فيها بإنجازات ثورة الأرز عبر تحقيق الاستقلال الثاني والحفاظ على مسيرة رجالات الاستقلال الكبار. وتتابعونا بعد الفاصل. محادثات جنيف تدخل مرحلة حرجة للغاية وخلافات تعرقل الاتفاق بين إيران والغرب. وسلسلة إنجازات ميدانية للجيش الحر وطيران النظام يدك دمشق وحلب. المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. عدنان موسى المحمد الانتحاري الثاني في تفجير السفارة الإيرانية. فحوصات الدي ان اي تؤكد هوية معين ابو ظهر الانتحاري الاول. اهالي عكار يستغربون زج اسم عمر صبحة في قضية التفجير. اهلا بكم من جديد. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصره بالرياض امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني. وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات التي تهم الدول الثلاث ومسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى آفاق التعاون بين دول الخليج وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما كان بحث في مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدان الثلاثة منها. دخلت العلاقات التركية المصرية مرحلة من التأزم والتوتر بعدما خفضت مصر مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع أنقرة وطردت السفيرة التركية لديها لترد تركيا بالمثل. أما رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الذي كانت تصريحاته السبب المباشر للإجراءات المصرية فجدد القول إنه لن يحترم أولئك الذين جاءوا إلى السلطة في مصر عبر انقلاب على حد تعبيره. في إطار الرد بالمثل على قرار السلطات المصرية تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في أنقرة إلى مستوى القائم بالأعمال وإعلانها السفير التركي لدى مصر شخصا غير مرغوب فيه وطلبها منه مغادرة الأراضي المصرية في موعد أقصاه 29 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن السفير المصري لدى أنقرة الموجود في مصر للتشاور بات شخصا غير مرغوب فيه في تركيا. الإجراءات المصرية جاءت على خلفية تصريحات رئيس الوزراء
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة التي اعتبر فيها أن علامة رابعة أصبحت إشارة دولية للتنديد بالظلم. وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلدين أخذت منذ اليوم طابعا مختلفا، إلا أن أردوغان عاد وصرح أنه لن يحترم أولئك الذين جاءوا إلى السلطة في مصر عبر انقلاب. وهو ما اعتبره المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أنها تعكس إصرارا غير مقبول على تحدي إرادة الشعب المصري، منددا بما أسماه محاولات مستمرة من جانب تركيا للتدخل في الشؤون المصرية منذ ثورة 30 من يونيو. وألمح المتحدث إلى رعاية أنقرة لاجتماعات تمس الأمن المصري في إشارة إلى استضافة تركيا لاجتماعات ما يسمى بالتنظيم الدولي للإخوان. تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال. ثانيا، نقل سفير جمهورية مصر العربية في أنقرة نهائيا إلى مقر الديوان العام بوزارة الخارجية، وخاصة وأنه سبق أن تم استدعائه للتشاور إلى القاهرة منذ 15 أغسطس الماضي. إلى ذلك أوضح الرئيس التركي عبد الله جول أن مصر تشهد مرحلة غير عادية، متمنيا أن يكون ما جرى بين تركيا ومصر عبارة عن وضع مؤقت وأن تعود مصر قريبا إلى الديمقراطية. للمزيد عن الأزمة التركية المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مراسل تلفزيون مستقبل شريف فؤاد. شريف، مساء الخير. مساء الخير. ماذا في تفاعلات هذا التوتر التركي المصري، وهل يمكن أن يقف التدهور عند هذا الحد؟ يعني بكثير من الارتياح وربما السعادة استقبلت الأوساط المصرية هذا القرار منير، لأن هناك غضب شعبية ورسمية بسبب التصريحات المستمرة التي يعتبر المصريون استفزازا وتدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، خاصة من قبل رئيس وزراء تركيا، على الرغم من محاولات عدة قامت بها بعض أحزاب المعارضة في تركيا وبعض يعني جمعيات رجال الأعمال، خاصة أن ثمت استثمارات كبيرة بين مصر وتركيا كما تعلم، وأن مصر سوق مفتوحة للمنتجات التركية، ما يؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية. هذا التدهور يعني وزارة الخارجية المصرية أو صانع السياسة الخارجية في مصر لديهم مجموعة من البدائل منذ تم استدعاء السفير عبد الرحمن صلاح للتشاور في أغسطس الماضي، وقالوا أنه لكل حادثة حديث، ما لم تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن المصري خاصة فيما يتعلق بدعمها وتمويلها للاجتماعات التي تقوم بها أجهزة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تركيا سواء في إسطنبول أو في جنوب البلاد، سوف تكون لمصر ردود يعني تتناسب وحجم التدخلات التركية. ليس هذا فحسب منير، هناك اعتقاد في مصر من الأوساط أن تركيا تفجيرات وأعمال إرهابية تحدث نوعا من عدم الاستقرار، وبالتالي هناك أيضا يعني مطالبات مصرية عدة بطرد السفير القطري على غرار السفير التركي، والمصريين ليس لديهم يعني أدنى قلق من تصعيد الأمور إلى أبعد نقطة مع تركيا إذا استدعى الأمر ذلك. طيب شريف، يعني لا إشارات حتى الآن على ما تقول لأي وساطة ممكن أن تقوم بين مصر وتركيا لإعادة تحسين العلاقات إذا صح التعبير؟ يعني حسب معلوماتي والتي توفرت للمستقبل ليس ثمت وساطات من هذا النوع منير، خاصة أن القيادة المصرية لديها قناعة أن رجب طيب أردوغان في طريقه إلى روسيا في محاولة لعرقلة التقارب الروسي المصري الذي حدث مؤخرا، وتوج ربما بصفقة أسلحة لم يعلن عنها كما تردد سوف تمولها السعودية والإمارات، في محاولة لعدم اعتماد الجيش المصري يعني بشكل كامل على الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم مصر لديها قناعة أن تركيا ضالعة في كل ما يحدث من عدم استقرار، إذا كانت هناك وساطة فربما تكون هناك وساطة حسب ما توفر لنا معلومات مع قطر، هناك بعض الدول الخليجية تحاول يعني لم الشمل مع قطر، إلا أن مصر أيضا لها شروط تتعلق بهذا الأمر، أبرزها أن تتوقف ما تسمى قناة الجزيرة مباشر مصر عن ما يسميه المصريون التحريض ونقل الأكاذيب عن الواقع المصري، خاصة أن السواد الأعظم من الشعب المصري منير مؤيد تماما لثورة 30 يونيو ولا يراها انقلاب، وهو داعم لقواته المسلحة وممنون لقواته المسلحة التي حمت مصر من الإرهاب وخلصته من جماعة الإخوان المسلمين أو من حكمها على الأقل. شريف فؤاد مراسل تلفزيون المستقبل، شكرا جزيلا لك.
نبقى في مصر، حيث أصدر النائب العام المصري قرارا بحظر نشر التحقيقات في 4 قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، منها اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين بالتخابر. من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية المصرية محمد إبراهيم أن أجهزة الأمن ضبطت عددا من الخلايا الإرهابية، بينها خلية تضم قيادات من تنظيم القاعدة على رأسهم محمد ربيع الظواهري. وقال إن هذه البؤر الإرهابية كانت بحوزتها أسماء وبيانات عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، وكانت ترصد عددا من ضباط الشرطة والمنشآت الهامة والحيوية من أجل استهدافها فيما بعد. استبعدت إيران التوصل إلى اتفاق هذه الليلة بينها وبين الغرب بشأن برنامجها النووي، معتبرة أن محادثات جنيف دخلت مرحلة حرجة للغاية، فيما رأى بعض المسؤولين الغربيين أن المفاوضات صعبة للغاية وتتطلب نفسا طويلة. لم يحدد عباس عرقجي رئيس المفاوضين الإيرانيين النوويين العقبات الثلاث التي من شأنها أن تنسف فرصة تحقيق تسوية لملف إيران النووي مع دول مجموعة 5+1 بعيد انطلاق جولة المفاوضات الجديدة في جنيف التي انضم إليها وزراء خارجية الدول الست الكبرى لاستكمال المباحثات. ووفق الاتفاقية فإنها تقوم على 3 مراحل تسعى طهران إبرامها بالتأكيد على أنها ستتضمن حقها في تخصيب اليورانيوم، بحسب وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي أكد أن بلاده غير مستعدة لاتخاذ خطوات تهمش حقوقها ومصالحها القومية. وعلى هامش الاجتماعات عقد لقاء ثلاثي جمع ظريف ونظيره الروسي سيرجي لافروف والممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، تناول سبل الوصول إلى حل الملف الإيراني، علما أن اجتماعا لهذا الغرض جاء بين لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري في وقت سابق. وعلى وقع الحديث عن بوادر أمل تحيط مسار الصفقة، تولت تصريحات وزراء الخارجية الغربيين، فالألماني جيدو فيسترفيله يرى أن الفرصة ليست ببعيدة عن نجاح الاتفاق الذي يحتاج لكثير من الجهد والعمل. أما البريطاني ويليام هيغ فاعتبر أن المفاوضات تتم بشكل صعب للغاية وتحتاج لنفس طويل. الموقف الصيني عبر عنه الناطق باسم الخارجية، حيث توقع أن المحادثات وصلت إلى اللحظة الأخيرة. في سوريا، واصل الجيش الحر إنجازاته الميدانية على أكثر من محور، فيما دك الطيران الحربي لقوات النظام غالبية المدن والبلدات السورية، ما رفع عدد قتلى اليوم إلى أكثر من 80. اشتباكات محتدمة بين الجيش الحر وقوات النظام في محافظة حلب سجل أعنفها في أحياء صلاح الدين والإذاعة وسيف الدولة، فيما تحاول قوات النظام اقتحام الأحياء من محاور جامع الناصر وجامع الخضر بالتزامن مع قصف عنيف من كلية المدفعية وحي الإذاعة. يأتي ذلك وسط غارات جوية عشوائية على حلب وريفها خلفت عشرات القتلى والجرحى. وفي ريف دمشق، أفاد ناشطون أن الجيش الحر سيطر على بلدات جديدة في الغوطة الشرقية بعد معارك دارية خاضها مع قوات النظام مدعومة بعناصر من حزب الله. إلى ذلك، أعلن الجيش الحر أنه اعتقل عددا من الشبيحة وعناصر من حزب الله وأخرى عراقية الجنسية، فيما أغار الطيران الحربي على مدن النبك ودير عطية وأطراف مدينة الضمير وسط قصف عنيف برجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدن وبلدات الزبداني ومعظمية الشام ودارية. العاصمة دمشق تعرضت بدورها لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة، ولا سيما على أحياء القابون وبرزة والعسالي وجوبر ومخيم اليرموك، وسط اشتباكات في منطقة بورسعيد بحي القدم وفي حي تشرين وعلى أطراف حي العسالي بين الجيش الحر وقوات النظام. وفي دير الزور، سيطر الجيش الحر على حقل العمر النفطي واغتنم ما فيه من آليات وعتاد بعد اشتباكات طاحنة مع القوات النظامية. إلى ريف حمص، حيث حرر الجيش الحر قرية أصمد، كما استهدف دبابات وعناصر قوات النظام في عز الدين، فيما استقدم النظام تعزيزات عسكرية لحاجز القصر الجديد بتل عمري. قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح نحو 60 في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مسجدا شيعيا في بلدة طوز خرماتو شمال العاصمة العراقية بغداد. وقالت وسائل إعلامية إن التفجير الأول نفذ بسيارة مفخخة عقبه آخر
بحزام النسف، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف حسينية الإمام علي. في تركيا دارت اشتباكات في بلدة جنوب شرق البلاد بين قوات الشرطة ومجموعة من المتظاهرين بعد رفضهم الانصياع لتعليمات الشرطة بفض تجمعهم. وذكرت محطة NTV الإخبارية التركية أن قوات الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، اعترضت المتظاهرين في شوارع البلدة وطرقها الفرعية بعد أن استخدم المتظاهرون الألعاب النارية وقنابل المولوتوف ضد قوات الأمن، ما تسبب باحتراق سيارتين للشرطة. وضع الرئيس الأفغاني حامد كارزاي 3 شروط لتوقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينها تعاون واشنطن في عملية السلام مع طالبان والانتخابات الرئاسية في نيسان المقبل. وسيعرض كارزاي هذه الشروط في كلمته غدا في اليوم الختامي من اجتماعات اللويا جيرجا، وسيعلن بالتفصيل لماذا يرفض صدور هذه الوثيقة قبل الانتخابات الرئاسية. وفي النشرة بعد الفاصل، الاستشفاء الحكومي ضحية سياسات وزارة الصحة. وفي الرياضة، الرياضي يواصل تألقه ويحقق فوزه الخامس على التوالي في دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة. أهلا بكم من جديد. يدفع قطاع الاستشفاء الحكومي في لبنان ثمن تباينات سياسية وسياسة عامة لوزارة الصحة، إضافة إلى أمور كثيرة يكون في محصلتها المواطن الخاسر الأكبر. تقرير مها داهر. مظلم في معظم الأحيان واقع المستشفيات الحكومية التي ارتبط اسمها دائما بالاعتصامات أمامها احتجاجا على واقعها والعاملين فيها. وزارة الصحة وعلى صفحتها الإلكترونية تعرض أسماء 29 مستشفى موزعة على مختلف أقضية لبنان من شماله إلى جنوبه، وذلك بعد أن كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد اتخذ قرارا في إطار الإنماء المتوازن بإنشاء سلسلة مستشفيات في المناطق. يعني عددها المفروض يكون بالـ30. هلأ اللي عم بيشتغل بشكل دائم ومستمر هني بحدود 22 أو 23. يعني في مستشفيات رشيا، شزين، حصبية، الهرميل اللي في عندهم تعثر بالعمل، حتى ما أقول إنه موقفين أو لا، ولكن في عثرات. هذه العثرات وهذه العثرات أسبابها متعددة. السبب الأول والأساسي هو الخلافات السياسية. السبب الثاني التجهيزات، نقص بالتجهيزات. السبب الثالث نقص بالبنى التحتية البشرية. يصعب إحصاء عدد رواد المستشفيات الحكومية في لبنان، خصوصا في ظل غياب وزارة الصحة والوزير عن السمع للتفسير، لكن هناك بين 1500 و2000 سرير موزعين على المستشفيات تعمل بشكل متقطع لأسباب عديدة. بهذا الموضوع في حقيقة إجحاف بحق المستشفيات الحكومية، كل المستشفيات الحكومية، لأنه المستشفى الخاص مسمح له يأخذ 15% من الفاتورة من المريض. المستشفى الحكومي ما بيقدر يأخذ أكثر من 5%. مع الأسف الشديد الرقابة ما عم بتكون رقابة فعالة من قبل وزارة الصحة. أمرار بفوت مريض على المستشفى ما في لزوم للاستشفاء، يعني ممكن يعمل فحوصاته بدون ما يفوت على المستشفى. بفوت على المستشفى ما عم بيكون في رقابة حقيقة للفحوصات اللي بتنطلب، للصور اللي بتنطلب. انه بفوت واحد مثلا معه زايدة شوي بتلاقي عامل سكانر لراسه. لطالما ارتبط اسم المستشفى الحكومي بذوي الدخل المحدود، لكن الأكيد أن هذه المستشفيات تشكل الملجأ الصحي الوحيد في بعض المناطق، وإن كانت السياسة تحرم مناطق أخرى من هذه النعمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مستشفى الشيخ زايد في بلدة شبعة المقفل في وجه أهالي المنطقة لأسباب سياسية. لمناسبة الاستقلال، تلقى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان برقية تهنئة من عدد من رؤساء الدول والملوك والقادة، أبرزها من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي امتدح الشعب اللبناني مثنيا على مساهمة مغتربيه في تقوية نسيج المجتمع الأمريكي.
وجدد أوباما التزام واشنطن سيادة لبنان وأمنه واستقلاله، مبديا سعادته لمساهمة بلاده في مجموعة الدعم الدولية للبنان، كما شدد على التعاون بين الجيشين الأمريكي واللبناني وعلى دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من أجل وضع حد لعدم محاسبة المذنبين في الاغتيالات السياسية. أوباما حث المجتمع الدولي على تأمين ما يلزم للبنان للتعامل مع مسألة النازحين من سوريا. كما أبرق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى الرئيس سليمان مؤكدا دعم بلاده في مواجهة التحديات وبناء لبنان مزدهر ومستقر يمكنه العيش بسلام مع جيرانه. ولمناسبة الاستقلال فتحت أبواب القصر الجمهوري في بعبدة وأجنحته أمام وفود طالبية من مدارس من مختلف المناطق، وتولى المسؤولون في المراسم شرح تاريخ القصر الجمهوري للطلاب. تعليقا على كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في ذكرى الاستقلال، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنها بمنزلة كلمة رجل دولة يتحمل مسؤولية وطنية لا تحتمل التأويل، إذ غلب منطق الدولة على كل منطق آخر. ودعا جعجع إلى اعتماد هذه الكلمة في مفاصيلها الأساسية كخارطة طريق لمعالجة الواقع الراهن، لا سيما في ضوء إعلان بعبدة، إذ لا خلاص إلا بتشكيل حكومة فاعلة لا تخضع للتعطيل وتفعيل عمل المجلس النيابي والانسحاب من الحرب السورية وصولا إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها، ومن دون تعطيل هذا الاستحقاق بخلفيات سياسية وفئوية لا علاقة لها بالدستور نصا وروحا. أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار أن إيران تريد إحكام قبضتها على لبنان ضمن استراتيجيتها في مواجهة خصومها في المنطقة، لافتا إلى أن حزب الله هو أداة لهذه الهيمنة. لقد حول التحالف الإيراني مع النظام السوري لبنان إلى حقل ألغام ومجالس عزاء وحزن، وأصبح اللبناني كما السوري والعراقي قلقا خائفا على حاضره ومستقبله. وتحت عنوان محاربة التكفيريين يتم استجلاب الإرهاب إلى بلدنا، ويتم بالتالي نقل ساحة المعركة من سوريا إلى لبنان. أقام قطاع الشباب في تيار المستقبل منسقية المني حواجز محبة على الأوتوستراد الدولي لمناسبة عيد الاستقلال، وزعوا خلالها بطاقات تحمل صورا للعلم اللبناني ولافتات تتحدث عن إنجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقام بعض الشبان برسم العلم اللبناني على جدران الطريق الدولية. على خط أمني آخر، خطف المواطن محمد سلمان من بلدة شمستار البقاعية، والخاطفون اتصلوا بشقيقه مطالبين بفدية قدرها مليون دولار. مرة جديدة تعود ظاهرة الخطف مقابل فدية إلى منطقة البقاع، ففي بلدة شمستار أقدم مجهولون على خطف محمد سلمان من أمام منزله قيد البناء في أطراف البلدة مساء الجمعة وفروا به إلى جهة مجهولة. سلمان الذي يعمل مدرسا في إحدى مدارس المنطقة ومحاسبا في إحدى الشركات تحول إلى صيد ثمين للخاطفين الذين اتصلوا من هاتف سوري مطالبين بفدية وقدرها مليون دولار. حوالي الساعة 9 المساء اجينا اتصال من راعم سوري، شخص بيحكي لهجة لبنانية مكسرة، بيطلب فدية مليون دولار إذا بدكم محمد سلمان أو بنبعث لكم رأسه. بتوجه لفخامة رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء، الأجهزة الأمنية كافة بالمساعدة على إطلاق سراح خيي. إنه ردوا لي ابني بخير وسليمة وما بداش أكثر من هيك منه. هن عندهم أميات، الله لا يسلم أم العلاية. لا خصومة ولا عدوات لسلمان مع أحد وفق عائلته، وليس لديه ثروة سوى منزله. مع انتهاء موسم قطاف الزيتون تتراكم لدى المزارعين في عكار كميات من الزيت لا تجد سوقا لتصريفها. تقرير زياد منصور. يواجه قطاع الزيتون في عكار مشاكل متعددة، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وسوء التصريف والأوضاع السورية المحيطة يبقى أن أبرز الأزمات تكمن في غياب الأسواق والمزاحمة والزيتون والزيت المهرب وكلفة الإنتاج وتحديدا اليد العاملة المرتفعة. وزيت ما في، لا قليل اكيد، الزيت اقل من ايام السنين اللي مضيت، والدوله اجمالا ما كانت تاخذ زيت من عنا، بطلت تاخذ زيت. الزبون بناخذ منه زيت، بناخذ منه مصاري، بس الاكثريه ما معه مصاري، بناخذ منه زيت.
تنكت الزيت، يعني نحن عم ناخذ زيت، الزيت بيتم عنا لسنة الجاية لحتى نصرفه. تنكت زيت يعني بتنبيع 100 دولار 130 ألف. ويتكدس لدى المزارعين والأهالي كميات كبيرة من الزيت، كان الجيش ومؤسسات مختلفة تقوم بشرائها في إطار برنامج إنقاذي سنوي، لكن الموسم الحالي يشير إلى بلوغ الأزمة ذروتها جراء الديون التي يرزح تحتها المزارع. يتفق مزارعو الزيتون في عكار على أن الموسم الحالي ليس بالموسم الجيد مقارنة مع العام الفائت، ويأملون بمبادرة من الدولة والزراعة لشراء صفائح الزيت المتكدسة في المعاصر والعنابر. زياد منصور، تلفزيون المستقبل. منير، نصل الآن إلى نشرة رياضية حيث يرافقنا فيها بعد قليل محمود سمورة. أخبار الرياضة، أهلا بكم. واصل الرياضي بيروت عروضه القوية في دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة المقامة على ملعبه استثنائيا هذا العام في المنارة، وحقق فوزه الخامس على التوالي، والذي جاء هذه المرة على حساب المتحد طرابلس وبفارق 24 نقطة بنتيجة 79 مقابل 55. الرياضي قدم مباراة قوية وتألق في صفوفه أكثر من لاعب، لا سيما جان عبد النور الذي حاز على جائزة سرار MVP of the game. وفي مباراة ثانية تمكن هوبس من تحقيق الفوز الأول له في البطولة بتغلبه على الأنترانيك الذي لم يعرف طعم الفوز بعد ب70 نقطة مقابل 48. استعاد الصفاء الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه العهد بعد اكتساحه التضامن سور بخماسية نظيفة ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم. واليوم تغلب الراسينج بيروت على ضيفه الإخاء الأهلي علي بثلاثية بيضاء تناوب على تسجيلها كل من لاسينا سورو وعدنان ملحم مرتين. وبهذا الفوز رفع الراسينج رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الإخاء عند 8 نقاط. هذا وأفدنا أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم قرر إقامة مباراة النجمة والأنصار غدا على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت من دون جمهور. أقام قطاع الرياضة في منسقية جبل لبنان الجنوبي في تيار المستقبل حفل اختتام دورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية الثانية برعاية أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، ممثلا بالنائب محمد الحجار الذي قام والزميل حسام الدين زبيبو المنسق العام لقطاع الرياضة في تيار المستقبل بتكريم عضو المكتب السياسي في التيار غسان البلبل والمهندس رفعت سعد ورئيس القسم الرياضي في جريدة المستقبل الزميل محمد فواز على دعمهم المستمر لأنشطة قطاع الرياضة في جبل لبنان الجنوبي، كما جرى توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين. ابتعد أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 4 نقاط بعد فوزه على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين من دون مقابل وتعادل أقرب منافسيه فريق ليفربول مع مضيفه وجاره إيفرتون بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة 12 من البريمير ليج. وسيكون بإمكان تشيلسي الرابع التقدم إلى المرتبة الثانية في حال فوزه الليلة على مضيفه ويست هام يونايتد. على الرغم من غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، اكتسح المتصدر برشلونة ضيفه غرناطة بأربعة أهداف من دون مقابل في الجولة 14 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. هذا ويحل ريال مدريد الثالث ضيفا على ألميريا في تمام 10 من هذه الليلة، فيما يستقبل أتلتيكو مدريد ثاني الترتيب العام غدا فريق خيتافي في ختام هذه الجولة. وفي ألمانيا يشهد ملعب إيدونا بارك بعد قليل أو في هذه الأثناء مواجهة حامية بين عملاقي الكرة الألمانية بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ ضمن الجولة 13 من البوندسليغا. الفريق البافاري الذي يتصدر الترتيب العام سيسعى للعودة إلى ميونخ بالنقاط الثلاث من أجل حسم الصراع على اللقب باكرا هذا الموسم،
خصوصا وأنه في حال فوزه سيوسع الفارق إلى 7 نقاط مع أقرب ملاحقيه فريق بروسيا دورتموند الذي سيحاول من جهته تقليص الفارق مع ضيفه من أجل التفرغ إلى مواجهة نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، حيث أن خسارته في هذه الجولة من دور المجموعات تعني خروجه المبكر من التشامبيونز ليج. حقق بورتلاند تريل بلايزرز فوزه 9 على التوالي عندما تغلب على ضيفه شيكاغو بولز ب 98 نقطة مقابل 95، وذلك ضمن الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة. الفريق الضعيف بدأ المباراة بقوة وتقدم بفارق مريح قبل أن يخسر جهود نجمه ديرك روز الذي اضطر لمغادرة الملعب بعد إصابته في ركبته. أفضل مسجل في المباراة كان نجم بورتلاند مو ويليامز ب 28 نقطة. ومع هذه السلة الثلاثية نأتي إلى ختام أخبار الرياضة، شكرا للمتابعة، عودة إليك. شكرا لك محمود. ونصل إلى صفحة الأحوال الجوية. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على اغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. لبكره احد الجو العام بلبنان من المتوقع يكون بين غائم جزئيا لا غائم مع انخفاض درجات الحرارة عن اليوم، ايضا في عنا احتمال لتساقط امطار متفرقة بمختلف المناطق اللبنانية. نسبة الرطوبة ادناها 30 اقصاها 80%، اتجاه رياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و45 كيلومتر بالساعة، حال البحر المتوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح المي 22 درجة. اقصى درجات الحرارة المتوقع تشيلها لبكره نبدا عن طرابلس 25، 24 بجبيل 25 درجه صيدا سور وايضا العاصمه بيروت، 20 بالكرعون، 19 بزحله، 16 لبيت الدين، 10 بفقره، 11 بالارز. درجات الحراره والجو المتوقع على الايام المقبله لسواحل لبنان لبكره 23 درجه، ارتفاع نهار الاثنين مع 27، نهار الثلاثاء 28 درجه وجو العام بيكمل غائم جزئيا، نفس الشيء للاربع مع 27، اما درجات الحراره خلال الفتره المسائيه رح تكون بين 12 و22 درجه كحد اقصى. وفي الختام تذكير بالعناوين. كل سنة نبلغ عنه هو المفاجأة واطرافات عالية الصوت. عدنان موسى المحمد الانتحاري الثاني المحتمل في تفجير السفارة الإيرانية، وفحوصات الدي ان اي تؤكد هوية معين ابو ظاهر الانتحاري الاول. قمة سعودية قطرية كويتية في الرياض تناقش القضايا الإقليمية والدولية. تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا. مصر وتركيا تتبادلان سحر السفراء، وأردوغان يقول إنه لا يحترم مسؤولين مصريين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب. نشكركم على طيب المتابعة، ألتقي بكم تمام 11:30. إلى اللقاء بإذن الله. إلى اللقاء.